إذا للوقوف عند ملف الحرائق في العراق والآثار السلبية لانتشار المكاتب الاقتصادية للميليشيات وما ينجم عنها من خسائر بالنسبة للعراقيين، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، حياكم الله. طبعا لنبدأ من حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، وهذه الفاجعة راح ضحيتها أكثر من 120 شخص، أصيب العشرات نتيجة الإهمال في البناء وغياب عوامل الأمان فيها، ثم اكتشفت بأن هناك صلات بين مالك القاعة وميليشيا بابليون المصنفة كمنظمة إرهابية والتي تمتلك بدورها مكاتب اقتصادية. أستاذ مظفر، كيف يمكن وصف ما جرى في الحمدانية في ضوء كل ذلك؟ مساء الخير أستاذ محمد، على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. بصراحة باعتقادي أن ما جرى بالحمدانية، فاجعة الحمدانية من إخواننا اللي استشهدوا بالفاجعة، هو عبارة عن عراق مصغر، عبارة عن خلاصة لما يحدث للعراق منذ 22 سنة منذ بدء الاحتلال. هنالك حكومة ضعيفة فاسدة ملتهبة بالرشاوي بالفساد، ميليشيات متنفذة تتصارع فيما بينها على 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 المصالح وعلى المشاريع. في ظل التصارع هذا يقع المواطن العراقي البسيط ضحية لهذه التقاطعات التجارية والطائفية وصراع الميليشيات بيناتها، في ظل تواطؤ دولي وسكوت دولي على هذه الجرائم المتتالية بحق الشعب العراقي، ورد فعل شعبي ضعيف لا يتعدى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا اللي حدث بالحمدانية، وهذا ما يحدث بالعراق من 22 سنة. هل تمتلك يعني المجتمع الدولي أستاذ مظفر، هل يمتلك دلائل على توغل الميليشيات في الاقتصاد العراقي وأنهم يسكتون عن كل ذلك سيد الكريم؟ طبعا هم الدلائل موجودة. كل دولة وكل مؤسسة، كل دولة تملك مؤسسات دولة تحترم نفسها، تملك ضوابط لهذه الأشياء وتملك دلائل لما يحدث من مخالفات ومن تقصير. أما ما يحدث بالعراق هو إخفاء الأدلة، افتعال الحرائق، اشتعال المكاتب اللي أو الأقسام اللي بها هذه الضوابط وبها هذه المخالفات من أجل طمس الجريمة ويعني خلاص المجرمين من العقاب. على ذكر الجريمة أستاذ مظفر، ضحايا فاجعة الحمدانية أيضا الكاردينال لويساكو قال إن إحراق القاعة هو كان مفتعلا، الهدف منه تهجير المسيحيين خارج محافظة نينوى وتحديدا من سهل نينوى. ما مدى اتفاقكم مع هذا الطرح أستاذ مظفر؟ أنا أتفق مليون بالمئة مع هذا الطرح، أتفق مليون بالمئة مع السيد المطران، وأقول أن تهجيرنا كعراقيين بالدرجة الأولى وكأقليات بالدرجة الثانية يأتي في مصلحة من يعمل للميليشيات ومن يعمل لصالح دولة الفساد. هؤلاء يهجرون الناس الضعفاء، يهجرون الناس غير القادرين على حماية نفسهم، ما عندهم أحد يحميهم، من أجل أنه يجيبون عوائل الميليشيات ويسكنوهم بهذه المناطق. الناس المهجرة تسكن بالمخيمات أو خلي يعني مجهول مصيرهم، ما حد يهتم، ولأنه يعرفون أنه لا وجود للحساب، لا وجود، من أمن العقاب أساء الأدب. هم يعني ضامنين الشغلة، ضامنين أنه الحكومة تحميهم، ضامنين أنه هذه الناس المهجرة صار لهم 4 سنوات 5 سنوات بالمخيمات بزيبز وغير بزيبز بالشمال، في بغداد، في نينوى، في ديالة، في كل مكان الناس تهجر من بيوتها ومن قراها ومن مدنها من أجل التغيير الديموغرافي اللي يريدونه هم. لو انتقلنا إلى دور الحكومات المتعاقبة في توفير الخدمات، يعني تزايد معدلات الحرائق، مفاقمة مآسي العراق نتيجة الإهمال الحكومي، انعكاس هذا يؤدي إلى انعكاس لسوء إدارة الدولة كما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش، ولكن برأيكم أستاذ مظفر، لماذا تفشل الحكومة في توفير أبسط الخدمات للمواطن العراقي، خاصة أن العراق يعوم على بحيرة من النفط؟ العراق غني وليس فقير. صحيح أستاذ محمد، العراق غني، يعني نقدر نقول الأرض تتفجر
ملايين الدولارات كل يوم من النفط المباح لهذه الميليشيات، لكن المشكلة أنه الحكومة غير معنية بحماية شعبها. المشكلة أنه من يسكن بالمنطقة الخضراء، من يتمكن من القرار بالدولة، غير معني بحماية الناس. كل دولة تحترم نفسها تبحث في أدق التفاصيل. خذ مثلا هنا في هولندا أي مشروع صغير، يعني على بالعامية العراقية دكان صغير، إذا واحد يريد يفتح دكان صغير، سوبر ماركت صغير، ميني ماركت، أي مشروع صغير، هناك ضوابط صارمة من أجل الأمان، من أجل يعني كل شغلة، هناك ضوابط لأمان لهذه الشغلة، وأكو ناس تشيك وراهم، وأكو ناس إذا تغلط وإذا ما تنفذ اللي موجود ما يتنفذ المشروع. هذا في الدول المحترمة. الدولة اللي موجودة بالمنطقة الخضراء غير محترمة، دولة مشغولة بالتهريب الأموال إلى دبي وإيران ولبنان، مشغولين بالمحاصصة، مشغولين بإسكات الأصوات بالخارج وبالداخل وقتلهم، هذا اللي مشغولين به. خدمة الشعب على ذكر المحاصصة أستاذ مظفر، على ذكر المحاصصة، هي أيضا تحاصص في موضوع، يعني هناك مكاتب اقتصادية تابعة للميليشيات حيث أنها تدخلت في مفصل أو في ملف الاستثمار، ولكن السؤال الذي يطرح دائما، لماذا تسعى الميليشيات إلى التوغل في القطاع الاقتصادي في العراق؟ ما غايتها وهدفها من ذلك؟ الهدف الأول هو جباية الأموال السهلة. هذه الميليشيات قاعدة تتضخم، قطعوا الطرق أمام الناس، قطعوا الطرق أمام الشباب الخريجين ما عندهم شغل، طريق واحد أمامهم هو الاتجاه إلى الميليشيات. الانضمام إلى الميليشيات يحتاج إلى رواتب وأموال لتحريكهم وإشغالهم. هذه الأموال ما تجي بالطرق الشرعية، الطرق الشرعية ما تجيب هيك أموال هائلة. هذه المكاتب الاقتصادية الآن توجهوا إلى الجسور والطرق وغيرها، لأنه الأرباح بها مليارات الدولارات، مقابل أنه ماكو تنفيذ، ماكو أشياء على أرض الواقع، لأنه هم يحتاجون إلى هذا التمويل من أجل شراء أسلحتهم، من أجل ضم العديد من الناس لهم، يجندون الناس لهم، هذه كلها يحتاجوها الأموال. أستاذ مظفر، هل يمكن أن نقول أن الميليشيات أصبحت دولة داخل دولة في النظم الاقتصادية؟ هل يمكن أن نطلق هذه التسمية أو هذا المصطلح؟ بالضبط، هم صاروا الآن أقوى من الدولة، والدولة نفسها تعترف بهذا الشيء. دولة المنطقة الخضراء أو سميها ما شئت، يعني أنا أخجل أن أسميهم دولة. هذول يعني صاروا مجرد أداة تنفيذ بيد الميليشيات. الميليشيات أصبحوا أقوى من الدولة، أصبحوا يسيطرون على الشارع العراقي، أصبحوا يتنفذون بكل مفاصل الدولة، وسيطروا على الأذرع الاقتصادية والأذرع السياسية. هم أصبحت الدولة العراقية داخل دولتهم الكبيرة بهذا المعنى. أستاذ مظفر، هل هناك آثار سلبية لانتشار المكاتب الاقتصادية تابعة للميليشيات؟ يعني كيف سينعكس ذلك على المواطن العراقي الذي يعاني من البطالة والبطالة المقنعة؟ نعم، طبعا هذا الانعكاس هو بالدرجة الأولى على المواطن العراقي. المواطن العراقي لا يستطيع، الخريج لا يستطيع إيجاد وظيفة، كل الطرق مسدودة قدامه، الإنسان الضعيف اللي ما عنده شغل، الطبقات الوسطى اللي انسحقت، أصبحت الآن بالعراق طبقتين فقط، كانت الطبقة الوسطى هي حزام المجتمع العراقي، أصبحت الآن طبقة متنفذة ثرية، ما تعرف وين تودي الفلوس، ما تعرف وين تودي الأموال، هربت وتصرف باثنين إيديها، وطبقة فقيرة لا تكاد تجد لقمة العيش. هذه الاثنين جعلت المواطن العراقي في حيرة من أمره، أما يلتجئ إلى الميليشيات وينفذ أوامرهم ويكون أحد الأذرع مال الميليشيات للقتل والنهب والغيرة، أو يكون يعني عديم القدرة، أو عديم يعني ما بيده شيء. حتى الوظائف أستاذ مظفر، حتى الوظائف تأتي من خلال الأحزاب، ولكن في ضوء ما تحدثنا عنه وما يجري في العراق من نفوذ متصاعد للميليشيات في القطاعات الاقتصادية، لو تحدثنا عن الحل من وجهة نظركم، كيف يمكن رسم طريق يخرج العراق من أزماته الاقتصادية المتكررة؟ للأسف الطريق صعب بالرغم من أنه
هذا بعض الاعلاميين وبعض السياسيين اللي خاصين نفسهم انه راح يجي التغيير راح يجي التغيير، يبردون الشعب العراقي. الطريق صعب، طريق صعب لكن مو مستحيل، صعب لكن مو مستحيل. اولا هو عدم اعطاء شرعيه لكل فعاليات الحكومه، اولها مقاطعه الانتخابات اللي صارت، هواي فعاليات من الحكومه اذا قاطعها الشعب يسحب الشرعيه من هكذا دولة ضعيفة، دولة متخاذلة. نعم. الثاني، الحل الثاني هو اللي نقوم به احنا الصحفيين والاعلاميين والناشطين نعم. في الخارج من فضح افعال الميليشيات وافعال الدولة اللي تحميهم. والشغلة الثالثة والاهم هي عدم الركوع الى الميليشيات والتخاذل امامهم. انا لا ادعو الى الصدام المباشر، نعم. لكن هناك طرق كثيرة تمنع الميليشيات من إيذاء الشعب العراقي، لكن يراد لها حديث طويل نعم. وعمل طويل. عبر سكاي من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.